أول شيء بتوقف يعني عند نقطة، وأتمنى إنه يكون ويانا إن شاء الله وزير المجلسين حتى نسمع عليه توضيح أو إجابة. يعني لما نقرأ ردود الجهات الخاصة أو المدارس الخاصة تتكلم إن في إشكالية إن أنا مناهجي باللغة الإنجليزية وأحصل صعوبة في إن أنا أحصل معلم مؤهل باللغة الإنجليزية يدرس لي المناهج. على النقيض وزارة التربية مناهجها باللغة العربية وعندها 3700 أجنبي. فأنا بعرف وين المشكلة. إذا وزارة التربية مناهج بالعربي تقول أنا عندي أجانب هالكثر لأنه ما حصل معلمين بحرينيين مؤهلين، والمدارس الخاصة قاعد تقول لأن مناهجي بالإنجليزي فما حصل بحرينيين مؤهلين. فالبحرينيين أي لغة يتحجون يعني؟ ما نتحكي إلا هاللغتين، إلا كان في لغات ثانية يعني يستخدمونها في المدارس. فأعتقد إن في مشكلة. إذا جينا حق ردود الحكومة، أول شيء الوزارة تقول الغاية من المشروع متحقق في إعطاء الأولوية للبحرينيين. وذي أمر إحنا ما نقول في القانون، الدستور يقول كذي، وأنت قاعد تتجاوز وتوظف أجانب. يعني أكثر من قانون، يعني إحنا القانون حاول نضيق قدر المستطاع لأن أنت مو ملتزم حتى بنصوص الدستور في النهاية. تقول الحكومة، وأنا هني يعني هاي النقطة اللي بوقف فيها، تسعى الوزارة إلى تعزيز ربط التعليم بسوق العمل. وأسألكم بالله، من متى ذي الحكومة تقولها؟ من زمان بيربطون بسوق العمل، بيربطون بسوق العمل. القطاع الخاص يقول لك ما في بحريني مؤهل لذي الوظائف. الحكومة الحين قامت تقول لنا في لجنة البحرنة، الحكومة كانت تقول هاي الوظائف 7000 أجنبي أو 7500 ما في بحرينيين مؤهلين. اللي كانوا يقولونه عن القطاع الخاص يعني الحكومة قامت تقوله. فأعتقد إن في إشكالية. هل الإشكالية إن ما في ربط؟ هل في إشكالية إن الحكومة أصلاً ما تبي توظف بحرينيين؟ إحنا لذلك نبي جواب واضح، لأن النقاط اللي طرحت حقيقة تكره القطاع الخاص جواب، والحكومة جواب ثاني نقيض، وكأن في النص ما في ناس تبي تشتغل، أو ما في ناس تتقن لا اللغة العربية ولا اللغة الإنجليزية. فأتمنى إن الإخوان في الوزارة يجاوبونا ما هي المعايير التوظيف بالنسبة للمعلمين سواء في الوزارة، وهل نفس ذي المعايير مطبقة في القطاع الخاص؟ لأن في الوزارة أعتقد مقابلات المعلمين وغيرها ما تي حتى يمكن 1% من اللي يسوونه في القطاع الخاص من امتحانات وغيره. فأنا أعتقد أن حتى المعايير مهمة، حتى أنه أنا أقول هم الحين تعديل يقول لك الأكفأ. زين شنو معيار أصلا وزارة التربية في موضوع الأكفأ؟ يعني احنا شفنا في وقتنا وظفت الوزارة 900 معلم عقب التقاعد الاختياري. هل صار ذي الاختيار بناء على الأكفأ؟ أعتقد النواب عندهم الجواب مو على الأكفأ، بناء على الواسطة.